فعلا المغرب منذ سنوات أرسى مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية والتشريعية التي حاول من خلالها محاربة الفساد. أكيد على أن هذه المقاربة ولا هذا المنظور ولا هذه الاستراتيجية متطورة، ولكن الإشكالية متعلقة بالإرادة السياسية وبالتنزيل الصحيح لهذه الاستراتيجية. أولا حتى على مستوى الاستراتيجية الوطنية هناك ضعف كبير، لأنها ركزت فقط على القطاع العمومي ولم تركز على الخواص، لا سيما اللي مرتبطين بالأساس بمجال التخليق اللي هو المحاماة اللي هي الصحافة. بالتالي استراتيجية وطنية قائمة على القطاع العمومي فقط لا يمكن أن تكون ناجحة، ولكن أكثر من ذلك هو إرادة تنزيل، وأن تكون الإرادة صادقة وليس فقط مجرد إجراءات شكلية من أجل إرضاء والإجابة وإعطاء إشارات للخارج على أننا نقوم بإصلاحات لأغراض اقتصادية بحتة.